كل التعريف الأشهر والأشهر رفع حكم شرعي بدليل شرعي مطابق. واعترضنا على تعريفه من جهة أخرى بأن على وجه لا معنى له كلمة زائدة هي من حيث الإعراب حال، وأرجعنا الضمير في قوله على وجه. وكتب الأصول، يعني أنت عندما تختلف مع المعتزلة في رؤية الله
العقيدة ثابتة، يبقى رؤية الله ثابتة عقيدة، ورؤية الله غير ثابتة عقيدة. هذا يرجع لوحدة الحق وتعدده في الأصول. هل الحق واحد في الأصول ولا الحق يتعدد في الأصول؟ بناء على هذا يجي الكلام هذا. فالمتواتر ما يوجب العلم وهو أن يروي جماعة لا يقع التوافق على الكذب فيه. طبعا عبارة غير دقيقة. المتواتر أن يروي جماعة. هو المتواتر أن يروي جماعة. المتواتر أن يروي جماعة. تأمل خليك مخك اشتغل. التواتر أن يروي جماعة، ده تعريف التواتر، حديث المتواتر أن يروي جماعة ولا هو رواية جماعة؟ عبارة فيها تسامح. المتواتر أن يروي جماعة ولا المتواتر هو خبر ثبت برواية جماعة؟ فمين المشاكل؟ نعم. وهو أن يروي جماعة لا يقع التوافق على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه. طبعا في هذا التعريف تضمن الشروط، يعني تعريفهم للمتواتر يتضمن شروط المتواتر. فشروط التواتر رواية جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. الشرط الثاني أن تتوافر هذه الجماعة في كل طبقة، بحيث إن التواتر لو اختل شرط في طبقة من الطبقات خرج عن كونه متواترا. وذلك ابن حجر في النزهة يقول الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. يعني أنت لو عندك حديث رواه 10 من الصحابة، صح؟ عشان يبقى متواتر يرويه عنهم 10-20 من التابعين، جماعة في كل طبقة. في الطبقة الثالثة 10، في الطبقة الرابعة إلى آخره. لكن لو رواه جماعة من الصحابة 10، وجماعة من التابعين 20، وبعدين في أتباع التابعين روى 2، وفي أتباع التابعين رجعوا رواه 10، اللي خرج عن كونه متواتر. فاهمين يا مشايخ؟ لماذا؟ الاختلال التواتر في طبقة من الطبقات. ولذلك قالوا لابد من التساوي في كل الطبقات. معايا؟ يبقى رواية جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم. عن ايه؟ عن مثلهم، يعني الجماعة عن الجماعة عن الجماعة من اول السند الى منتهى. يبقى لو اختل في طبقة خرج عن كونه ايه؟ متواتر. الشرط الاخير وكان مستند انتهائهم الحس مش العقل. فلو اجمع البوذيون على ان بوذا هو الاله متواتر ينفع؟ لا، لانه عقيده تثبت بدلاله العقل. نعم. جماعة عن جماعة عن جماعة عن جماعة. وهؤلاء يتصنعوا الأثناء عدد؟ لا، نقول إذا أنا مثلت بعشر مرة وبعشرين مرة، مش كده يا مشايخ؟ لأن التواتر يثبت إما بعدد الناقلين وإما بكمال المخبرين وصفاتهم. بدينا عشان نخلص هنا، جيت يوم هتذنبوني اليوم ده، بدينا عشان نخلص. ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. وإحنا قلنا شرطه
السماع الحس، وهذا من الشيخ قلق، هذا من الشيخ ايه قلق، لانه لو قال كما قال الحافظ ابن حجر وكان مستند انتهائهم الحس لكان احسن. واضح؟ يقول عن سماع هو الحس مقصور على السماع فقط، ولا الحس سماع مشاهده لمس ذوق الحواس الخمس. الشيخ ده متعصب عشان شافه. والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب. يبقى هو عرف المتواتر وضمن التعريف الشروط. ساعات كده العلماء يضمنون يا شيخ الشروط في التعريف، زي ما عرفوا التشبيه مثلا، يقول لك الحاق شيء بشيء في معنى جامع بأداة. جاءت أركان التشبيه في التعريف، أركان التشبيه مشبه ومشبه به ووجه شبه وأداة التشبيه، فجاءت أركان التشبيه في التعريف. مش كده؟ الحاق شيء بشيء، الحاق مشبه بمشبه به في معنى وجه الشبه بأداة. واضح؟ يبقى الشيخ ضمن شروط المتواتر في التعريف، وكذلك الحافظ ابن حجر. والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم وينقسم إلى. الآحاد يوجب العمل كما قلنا بالأمس ولا يوجب العلم، إنما الذي يوجب العلم إيه؟ المتواتر. وينقسم إلى مرسل ومسند. وينقسم إلى مرسل هو الآحاد ولا المتواتر؟ لو قلت المتواتر ما تحتاجش بلازر خالص مدى حياتك. مش انت يعني. وينقسم الى ايه؟ الاحاد. الاحاد ينقسم الى مرسل والى مسند. المرسل له اطلاقات. اطلاق عند الاصوليين واطلاق عند المحدثين. إطلاق المرسل عند الأصوليين يطلق على كل ما فيه انقطاع، فالمنقطع مرسل، والمعضل مرسل، والمعلق مرسل. عند مين؟ وعند المتقدمين. وإطلاق عند المحدثين ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا شيخ؟ يبقى المرسل له اطلاقان، اطلاق عند الاصوليين وهو كل ما فيه انقطاع، واطلاق عند المحدثين وهو ما رفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا شيخ؟ فبيقول ينقسم الآحاد إلى مرسل وإلى مسند. حجية المرسل حج عند أبي حنيفة ومالك وفي قول عند أحمد. المرسل حج، الأحناف يستدلون على حجية المرسل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أثنى على القرون الثلاثة، فسقوط الصحابي أو حتى التابعي لا يضر. وعند الحنفية قاعدة شهيرة، الإرسال لا يمنع الاستدلال، كونه مرسل ما يمنعش من الاستدلال به، وكذلك عند مالك وكذلك في قول عند أحمد. بمعنى الأصولي ولا نعم؟ الأصولي ولا لا، بمعنى المحدثين. مطلق الانقطاع؟ لا، المحدثين يا مولانا قلنا ما رفعه التابعي. مطلق الانقطاع ده عند الأصوليين والفقهاء. الشافعي رضي الله عنه احتج بالمرسل بشروط، أن يعضده مرسل آخر أو يعضده قياس أو يعضده قول صحابي، المهم يتقوى المرسل حتى يصح الاحتجاج به عند الشافعي. مرسل الصحابة لا خلاف
في أنه حجة، إذ الصحابة عدول وسقوط الصحابي لا يضر، كيف يكون مرسل الصحابي؟ حديث عائشة في بدء الوحي مرسل صحابي، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي رؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلى جهة استفرق الصبح. عائشة ولدت بعد بدء الوحي بأربع سنين أو بخمس سنوات. فقالوا الصحابي سمع من صحابي آخر، فأسقط الصحابي الآخر ورفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال لي هذا لا يضر. فمرسل الصحابة حجة باتفاق، إذ الصحابة عدول والجهل بهم لا يضر، إنما الخلاف في مرسل التابعين. حجة قال أبو حنيفة ومالك ورواية عن أحمد، حجة يجب العمل به، وأبو حنيفة يقدم ويقدم الضعيف على القياس، خلافا لما هو شائع عند كثير من أبو حنيفة الذي يتهمونه بأنه من أهل الرأي، يقدم الحديث الضعيف على الرأي وعلى القياس. وذلك عند الحنفية القهقاة تنقض الوضوء، حديثه ضعيف لكن يقدمونه على الرأي. معايا؟ الشافعي يحتج بالمرسل كما قلت بشروط، واضح؟ نعم. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. المسند ما اتصل إسناده، ده تعريف في المسند، كأن الشيخ أخذ المعنى اللغوي. المسند ما اتصل إسناده، سواء اتصل إلى التابعي أو إلى الصحابي أو إلى النبي، إنما المسند عند المحدثين في الاصطلاح ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وده صاحب الباقوني يقول والمسند المتصل المرفوع إلى النبي، لا هم أشبه، والمسند المتصل من راويه حتى المصطفى ولم يبل، لما ذكرت والكذب المختلط مصنوع على النبي فذلك الموضوع، تعرف الموضوع بعرفه. يبقى المسند اتصل اسناده الى النبي عليه الصلاه والسلام، ولا المعنى اللغوي كل ما فيه اتصال يبقى مسند؟ الاتصال معروف، انت عندك الرواه رقم 10 بيروي عن 9 و9 عن 8 و8 عن 7 و7 عن 6 و5 و5 عن 4 و4 عن 3 و3 عن 2 و2 عن 1 و1 عن النبي عليه الصلاه والسلام. فاهمين يا اولاد؟ يبقى المسند ايه؟ ما اتصل اسناده ولا ما اتصل اسناده الى النبي عليه الصلاه والسلام؟ اللغه تقول ما اتصل اسناده، وكان الشيخ ذهب الى نعم. والمرسل ما لم يتصل إسناده، خلاص. والمسند والمرسل ما لم يتصل إسناده، ما لم يتصل إسناده، يدخل المعلق ويدخل المعظم ويدخل المنقطع. قال لي الشيخ جاء بالمرسل على اصطلاح الأصوليين والفقهاء، إنما المرسل عند المحدثين ما رفعه التابعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التعريف أدق من تعريف البيقونية بأن المرسل ما سقط منه الصحابة، تعريف المرسل بأنه ما سقط منه الصحابة عليه اعتراضات كثيرة، إنما التعريف الدقيق للمرسل ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قول يا ولد ما بدناش عشان نجيب. والمرسل ما لم يتصل إسناده، فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس ذلك حجة. الشيخ خرج عن مذهبه وعن مذهبنا، رأيه كده، رأيه ان المرسل مش حجة مطلقة، لا تقوله عضد او ما عضدش او واستاذنا بس مراسيل سعيد بن المسيب، قال لأنها فتشت بحث عنها من قبل الامام الشافعي فوجدها مسندة فاحتج بها. فرأي الشيخ
ان المرسل ليس بحجة مطلقا الا مين؟ مراسيل سعيد بن المسيب او ابن المسيب لغتان. طب قارن على انه اراد المرسل بالطرف المحدثين، ما هو الاول اراد المرسل بناء على انه ما لم يتصل اصطلاح الفقهاء واصطلاح الاصوليين خلاص، لكن في الحجية لابد نأتي اصطلاح المحدثين. لو قلنا ان لو قلنا بان المرسل حجة باصطلاح الفقهاء ما بقاش في ضعيف الحديث، لتلاشت هذا خلاص بقى المعضل حجة مش كده يا مولانا، والمنقطع حجة والتدليس حجة، ما كل ده ضعيف، والمعلق حجة. بعض المشايخ لست معهم مال إلى هذا، الشيخ عبد الله الغماري قال لي بأني الشروط دي في الحديث وفي الكلام ده كلام نظري، لكن عند التطبيق هو يقول الفقهاء يستدلون بالضعيف، وقالنا على كتاب اسمه المعيار فيما استدل به الأئمة الأربعة من ضعيف الأثر. هو قال كده، قال لي نظري ضعيف لكن عملهم يستدلون به الفقهاء الأئمة الأربعة، استدلوا بالضعيف من ناحية العملية، لكن هذا الحقيقة لما نحقق الكلام هذا كلام لا يتأتى، لأنه بناء على هذا مش ضعيف، إذا كل ضعيف نحتاج به هذا الكلام هم الناحية العملية وقعوا فيها، لأنه ليست بضاعتهم في الحديث، يعني ليس الفقهاء كل بضاعتهم في الاستنباط وليس في الاشتغال بالتصحيح والتضعيف، ودي قضية مهمة جدا. بعض الإخوة السلفية مش عايزين نذكر السلفية لا يفهمون هذا، مش خلي الشيخ يكتب على المنبر ينزل الحديث ده صحيح الحديث ده ضعيف، مش شغلته هو الشيخ هو بيكتب على المنبر انه يحقق هذا، ده عمل واعظ، انما صحيح وضعيف وحسن وفيه ده عمل محدث، انما الواعظ يتحرى هو بيخطب ان ياتي بالصحيح. كان الناس يعيبون على الشيخ خشك الله يرحمه بانه يذكر حديث ضعيف، فكان هو رجل ليس من شغلته ليس من عمله انه يقعد يحقق كل ليله حديث لشغلانه، انما هو بيقرا في جامع الاصول في كتب السنه ويقول انا لست اعلم من الترمذي، يبقى ده عمل محدث غير عمل فقيه غير عمل واعظ. فالفقهاء استدلوا بالضعيف في كل المذاهب، الشافعية يعتمدون اعتمادا كليا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، شوف ابن القيم في تهذيب السنن مضاعفه من أكثر من 15 وقت، ولما دي تحقق بالإنصاف العدل لا يثبت هذا الحديث، من 15 وقت ضعف هذا الحديث، واستدل به الشافعية مش كده؟ القهقهر عندنا حديث ضعيف واستدل به الحنفية، فمن الناحية العملية الفقهاء استدلوا بالضعيف، لكن هذا يجعلنا أن نبرر ونقول أن الضعيف حجة؟ اللي لم يبقى في السنة ضعيف. نعم. الوهابية بالتربية مين الوهابية؟ ما أعرفش السلفية غير الوهابية. ماشي طيب تروحوا بين في الحته دي نروح قايلين لك ايه؟ انا عاوز تشيلوا من السنتكم وهابيه وسلفيه وصوفيه ارفعوا هذا الكلام. يعني لابد ان طالب العلم يتنزه بقى لسانه عن هذا. تيجي قضيه علميه نبين الحق فيه وانتهت القضيه على كده. انما المعارك التي تثارت في الامه الكبار يورثون هذا للصغار والصغار يورثون هذا للصغار واصبحنا فرقا متناحره وكذا، يعني اذا كان غيرنا عنده رد فعل مش عندنا رد فعل اكثر. طول ما انت قاعد انا اعرف ناس في الدروس السلفيه الوهابيه محمد بن عبد، كل ما انت قاعد كده طول ما انت قاعد ما عندكش شغلانه غير الشيخ ابن تيميه، طول ما انت قاعد احنا نكف هذا عن الكلام. لما تيجي تشرح للسلفيه على كلامكم الحكم العطائي، دايما في المساجد لما اشرحها عند الاخوه دول ما اقولهمش الحكم العطائي،
يصلون. قال أحد الصالحين يميلون طربا طربا ليه؟ لأن لو قلت قال ابن عطاء رضي الله عنه وأرضاه صار الاسم حاجبا، لأنه عقول كده، عقول كده تركيبتها كده. واحد زمان رحت أزور سيدنا عطاء الله رضي الله عنه، وكان شغال عندي يعني، ومن الإخوة يعني لحياة فاضت وسالت. قال يا شيخ هذا شرك. فقلت له براحتك شركة إيه؟ أنا رايح أزور والنبي عليه الصلاة والسلام يقول قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فزيارة القبور تذكر بالآخرة، خصوصا إذا كان عالما من الصالحين. وابن الحج يقول يستجاب الدعاء عند قبور الصالحين. قال لي هذا كفر، هذا شرك. أقول له طب شرك فيه؟ يقول لي لأنكم تمسكون بالحديد ولأنكم تطوفون كالكعبة. كلام بأمان. كل ما تنين حد منهم كده قضية مش كده. ليه؟ القضية أن هؤلاء لم يتأصلوا في العلم. النقاش في أدب البحث والمناظرة، المشايخ من قديم حطوا حتة تكة كده يقول لك تحرير محل النزاع. بنتكلم فين؟ حرر الكلام. لأن إن لم نحرر محل النزاع هفضل أنا وأنت يا راني يا فجر. أقول له زيارة قبور الصالحين تذكر بالآخرة، يقول لي الطواف حول القبور ودعاء غير الله والاستغاثة بغير، كل ده خارج عن الكلام الموضوع. كل هذا وذاك علماء أدب البحث والمناظرة قالوا تحرير محل النزاع. قضية قائمة الآن تجديد أصول الفقه، لابد نحدد المراد بالتجديد. هدم هذا العلم من أصوله، تلاعب بقواعده الثابتة، تجديده، الخروج عنه عشان نبقى بعد ذلك نخرج عن أحكام الشرع. يعني إيه تجديد أصول الفقه؟ يعني تجديد أصول الفقه إن إحنا نقدم المصلحة على النص، والمصلحة هي والواقع هو الأصل وإلى آخره. ده مرفوض. ولا أنت عايز تجدد أصول الفقه يعني تعيد ترتيبه وتكثر من الأمثلة وتنظم المباحث عشان الطلبة البلد يعرفوا يفهموا؟ قال لي هذا مقبول وإن كان تحصل حاصل، لأن ده اللي عمله أبو زهرة وعمله خلاف وعمله الشيخ الخضري وعمله الشيخ زكي الدين شعبان وأساتذة الأزهر من 50 سنة بيعملوا كده. ده مقبول بس تحصل حاصل، مفيش شيء جديد. يبقى لما نحرر محل النزاع نقدر نصل إلى حكم في القضية. معانا؟ نعم. قال فإنها فتشت فوجدت مسانيد. فتشت من قبل الشافعي رضي الله عنه. يعني الإمام الشافعي بحث عن هذه الأحاديث فوجدها من طرق أخرى مسندة فاعتبرها. فإيه؟ فاعتبر. واضح؟ فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والعنعنة تدخل على الأسانيد. وإذا قرأ الشيخ العنعنة رواية الحديث بلفظ عن، بيقول العنعنة تدخل في الأسانيد. يعني تقول مالك عن نافع عن ابن عمر، يبقى الشيخ عايز يقول لنا ايه؟ عايز يقول لنا الحديث المعنعن كالحديث المسند في العمل به، انما اشترطوا في المعنعن شرطين. مش حافظين المعنعن انتوا؟ مش اللي بيقول المعنعن كعن سعيد عن كرم، مش كده يا ابني؟ معنعن كعن سعيد عن كرب ومبهم ما فيه راو لم يسمى. يبقى المعنعن هو يريد ان يقول المعنعن يحتج به كالمسند الا بشرطين، لكن لابد من شرطين، شرط متفق عليه وشرط مختلف فيه. الشرط المتفق عليه عند المحدثين الا يكون الراوي مدلسا. وطبعا غير عنعنة الصحيحين، العنعنة في الصحيحين محمولة على السماع. معايا مش هاي؟ والشرط الثاني المختلف فيه بين الإمام البخاري ومسلم
أنه هل يشترط اللقاء أو يكتفى بالمعاصرة؟ فمسلم اكتفى بالمعاصرة والبخاري رضي الله عنه اشترط اللقاء. نعم فوجدت مثانيدة من نائب الفاعل هي فوجدت هي مثانيدة ولعن عمل تدخل على الأسانيد. وإذا قرأ الشيخ في قاعدة مهمة الشيخ جبالنا في اللغة الشيخ عويضة مش الشيخ الفعل المبني للمجهول. انت أصلا لما يكون عندك فعل مبني للمعلوم بيجي بعض نائب فاعل مش كده يا ابني؟ صح؟ مبني المعلوم بيجي بعده فاعل. ضرب محمد، عايز تبني هذا للمجهول بتقول ضرب محمد، بتبني الفعل المجهول بضم اوله مش كده، وتاتي ب المفعول به بتقول ضرب زيد محمد، تاتي بالمفعول به وتحوله الى نائب فاعل. صح؟ لكن لو قلت لك غرق محمد ابن للمجهول فعل لازم. طب نبني ازاي؟ قال تجيب الجر والمجرور تجعله نائب فاعل. يعني هم يفرقون. تعرفين اولا الفعل المتعدي واللازم؟ ايه المتعدي واللازم؟ ضابط وإيه؟ مش جرى منه لسه تخش؟ تخش مش عارف. احنا قلنا الضابط إيصال الهاء، ابن الملك قال كده تصل الهاء. صح يا جماعة؟ غير مرضي فتصل الهاء فتقول ضرب، تقول ضربه بقى متعدد انما غرقه ها ذهب. واللازم يعد بقى باشياء في الصرف، يعد بعشره اشياء. لو شرحناها عندنا ساعه. قول يا ابو. واذا قرا الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني. اذا قرا الشيخ يعني انا هنصور كده الشيخ بيقرأ صحيح البخاري وانت بتسمعه، فإذا قرأ الشيخ فللسامع أو الطالب أو التلميذ أن يقول حدثني صح وأخبر. طبعا بعضهم المغاربة فيما أظن لا يفرق بين حدث وأخبر فيها رجوع أخذ نوزة الحفظ. وإذا قرأه على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني. وإذا قرأه على الشيخ طبعا هو في حاجة في الحديث تحمل الأداء، التحمل أن تتحمل الحديث عن الغير والأداء أن تؤدي الحديث إلى الغير. فإذا قرأ الشيخ وانت قاعد بتسمع أنا ماسك الورقات بقرأ فتقول حدثني وأخبرني. طب الصورة الثانية انت اللي بتقرأ والشيخ بيسمع تقول ايه؟ اخبر. ما تقولش حدثنا. معايا يا شيخ؟ نعم. وان اجازه الشيخ من غير قراءه فيقول اجازني او اخبرني اجازه. بس فيها خلاف دي. اذا اجاز الشيخ من غير قراءه هل لابد ان تنبه على هذا؟ تقول اجازني من غير قراءه او تسكت اجازني فقط. لكن لا ينصرف ذهنك إلى أنهم كانوا يجيزون من غير قراءة أنهم يجيزون كل من هب ودب. هم يجيزون من اشتهر بالطلب ومن اشتهر بالسماع ومن اشتهر بالعلم. معايا يا شيخ؟ إنما هناك بقى اللي شائع الآن عم الشيخ وليد الإجازة التبركية. يقول لك عشان الرواية تبقى في الأمة. الرواية تبقى في الأمة هي
هي العبرة ان الرواية تبقى في الامة. الشيخ محمد عبده وان كنت لست معه في هذا الشيء قيل له ان فلانا من الناس يحفظ البخاري، قال طز زارت نسخة في البلد، ما البخاري موجود في المكتبة. والشيخ طبعا يريد انه ينبه الى عمق فهم البخاري اكثر من حفظ البخاري، مش كده؟ لكن لسنا معه، حفظ البخاري بركة ومطلوب، وحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام يجعل في القلوب نورا، لكن مع هذا لابد من الفهم، لابد من التأمل. ففي إجازات تبركية وفي قراءة تبركية. جاني واحد مرة من دول الخليج، وبعدين ايه يا مولانا كان بيعمل دكتوراه، طلعوا له بس المناشد بتاع حضرتها، طلعوا له اكثر من 500 خطا نحوي. فالمهم هو قاعد قال لي انا قرات ما ترك كتابا في النحو الا وقراه، بحيث لما اول ما تعرفت لي كنت قاعد اهابه، جاب لي الشيوخ من هنا ومن بره ومن دول العالم كله، كانت حاجات بسيطه كده، مفيش حاجات في الفعل والمقول والحاجات دي، مفيش. دفعان الفضول اساله، قول له انت قريت الكتب دي ازاي؟ يعني ايه اللي اتضح انه كان بيحضر في البلاد دي والشيخ بيقرا. وهذا موجود في بلد في الحجاز، يقول لك في السعوديه ما اعرفش في المدينه دي في شيخ بيقرا، مش عايز اذكر اسماء حد، بيقرا الفقه الشافعي كله، بيقرا المجموع، تسمع شريط في المجموع تجد ايه الشيخ الواد عمال يمدح بصوته، والشيخ بياكل تمر مطرح بيشرب. طب ده الكلام ده ما يعني ايه فايدته؟ انا مش لا اتصور هذا الحقيقه، لا اتصور ما الفائده من هذا. ايه الفائده ان الكتاب يقرا دون فهم او دون شرح او دون تعليق؟ ايه الثمره المرجوه من هذا؟ حتى العلماء لو جلسوا مع بعضهم للقراءه بيتحاسبوا في المسائل، يثيروا قضية في الكتاب ويتناقشوا فيه، تفهم من عبارة الشيخ؟ أفهم كذا، لا أنا أفهم كذا، لا هو قصده كذا، هو العلم كده. مش كده يا فلان؟ يجي واحد يقول لك ده مش عارف شيخ في اليمن بيقرا الفقه الشافعي مش عارف بقاله 50 سنة. طب أنت تعرف إيه الفقه الشافعي؟ مش عارف هو قرايه. أنا سمعت هذا كثيرا يعني، فده يا ابني غير مفيد. انا اقعد مع واحد اسمع صحيح البخاري قرايه، طب ما اقرا في البيت. انا قلت اللي عليه قرايه فقط اقرا في البيت، اللهم الا اذا كنت ما بعرفش اقرا، فدي قضيه ثانيه. مش كده يا مشايخ الصبر؟ انما انا عايز احضر ايه؟ احضر افهم، اقدر احفظ، اناقش، اتعلم مساله فقهيه، مساله حديثيه، مساله لغويه. هكذا كانت قراءه الحديث عند المشايخ قديما، وغلب هذا على طبع الأزهريين. الأزهريون القدامى غلب عليهم أنه لما يقرأ في الحديث لا يشتغل بالإسناد كثيرا، إنما يشتغل بالنواحي الفقهية، بالنواحي اللغوية، بالنواحي العلمية. إنما لابد عشان نحيي الحديث لابد من إعادة الحديث في الأزهر رواية وجرا. وانا كان زوركم امبارح الشيخ اسماعيل الدستار عشان يجي تاني، بس هو عايز حد يتابعه، عشان هذا رجل في الحديث يعني ذو باع. نعم. القياس، واما القياس فهو رد الفرع الى الاصل. طبعا القياس باللغه المساواه والتحضيض، كده؟ والشيخ عرفه رد الفرع الى الاصل بعله. الباء في بعلة باء السببية، مش الباء دي ليها 12 معنى؟ مش كده يا مولانا؟ باء ليها 12 معنى. من ضمن معاني الباء السببية رد الفرع إلى الأصل بسبب العلة. معنى يا شيخ؟ رد الفرع إلى الأصل بسبب العلة. لكنها السببية العادية في العقيدة بقى، سبب عادي
ليس مؤثرا. عرفت السبب المسبب فيها أقوال عند فالأشاعر يقولون السبب الارتباط عادي كده، يخلق الله عندها لا بها كده، والفلاسفة يقول حتمي، والمعتزلة يقولون يخلق الله ها يخلق الله ايه ايه يا ابني حضرتك الخريف ده خريف بدي عيشها دي بقى. انت مش وما يقل بالطبع او بالعلة فذاك كفر عند اهل الملة، وما يقل بالقوة المدعة فذاك بدعي فلا تلتفت في الخريدة في تحضر الخريدة. المولانا بنحضر فينا مولانا ها؟ بنحضر فينا مولانا. انا مش شايف، انا شايف اعلان قراية الخريدة وشايف اعلان قراية مش عارف، مش بتحضر انتو الخريدة بتحضروا بتاع فين يا سيد؟ معرفش والله ما الاعلان دي مش عارف، بس استنانيش يعني خريدة بتاعت ابتدائي معرفش يعني. قول يا مولانا ما انا بشوف اعلانات خريدة بكتب بصراحة قريته يعني. وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل لئن تجمعهما في الحكم. إذا رد الفرع إلى الأصل بسبب علة تجمعهما في الحكم، يبقى لابد إن يكون علة مشتركة. ما يبني وظيفة العلة إيه في القياس؟ وظيفة العلة أنها تعد الحكم من الأصل إلى الفرع. وظيفة العلة ايه؟ تعدي الحكم، تنقل الحكم من الاصل الى الفرع. فمن قتل مورثه ليستعجل الارث حرمناه، مش كده؟ من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. طيب من قتل الموصي له استعجالا للوصية حرمنا، فين العلة؟ الاستعجال قبل الأوان. فهذه العلة نقلت للاستعجال، نقلت الحكم من الأصل وهو حرمان القاتل لمورثه من الإرث، نقلت هذا الحكم من الأصل، نقلته إلى الفرع والوصية، صح؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، مش كده؟ فين العلة؟ أن البيع يشغل عن صلاة الجمعة. طيب لو تعاقدنا إجارة في صلاة الجمعة، قال الإجارة تشغل عن إيه؟ عن ذكر الله، يبقى نعد الحكم من البيع إلى الإجارة كده يا ابني؟ نعد البيع العلة من البيع إلى الشركة، قاعدين بنعمل عقد شركة في صلاة الجمعة، نعد العلة إلى الرهن. يبقى كل عقد في المعاملات يشغل عن صلاة الجمعة ألف هو محرم ممنوع. ليه؟ قال لأننا عدينا الحكم بواسطة العلة من الأصل إلى الفرع، صح يا ابني؟ نعم. ثلاثة في تعبير الشيخ بالقياس فهو رد الفعل أنه رد الفرع، رد الفرع إلى الأصل أنه كان أصلا متحدا ثم تفرق ثم نفجه مرة أخرى. تقول تاني؟ يعني رد الفعل يدل أنه رد الفرع، رد الفرع يعني يدل على أن الأصل والفرع كانا مجتمعين ثم تفرقها ثم نرد الفرع على الحكومة الأخرى. وده حتى لو ده صحيح، يعني ايه شغل انتو بيه؟ ايه القصة دي؟ يعني انت عامل زي اللي ركب الجيش من الباب الأولاني وراح نازل من الباب اللي ورا وبعدين راح رجع من ركب من الباب اللي قدام. قلت له ليه يا عم عملت كده؟ قال لي عشان اركب من الباب اللي قدام من جنب السواق. طب هتقعد بس اصبر عليك، طب هتقعد فين يا سيدنا الشيخ؟ قال انا هقعد في الكراسي اللي ورا بتاع الخبير. طب ما انت كنت ورا. قال لا لازم اركب من قدام. يا شيخ مصطفى اشتغل، اشتغل طيب، اشتغل بصلب العلم. حكم الفرع كامل في الاصل، انا قلت كده بس هو كان بيغيب. وزات احنا قلنا القاعده اللي عايز تحفظها الاهم من اللعبكه اللي انت بتقولها دي،
القياس مظهر للحكم لا مستشر. احفظ دي، تعبد لله بها بعد الصلاة، بيختم بها الصلاة. كان الشيخ القيوي يقول لي كده الله يرحمه، يقول لي بدل ما تقعد تختم الصلاة اقعد احفظ القواعد. رد الفرع، يبقى الفرع كان كاملا في الأصل، يبقى القياس مظهر لا مثبت، كاشف لا منشف. القياس كاشف، اجتهاد المجتهد كاشف عن الحكم وليس منشئا للحكم. ليه مش منشئ يا شيخ؟ قال لأن المشرع هو الله، الحاكم هو الله، مش كده مولانا؟ عمل المجتهد ايه؟ عمل القائس ايه؟ اللي بيحاول يظهر هذا الحكم الكامل في الأصل، لكن هو لا ينشئ حكم لأنه مش مشرع. فاهمين يا مشايخ؟ نعم. وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة الحكم. يبقى القياس مساواة فرع لأصل في علة الحكم كما قال ابن الحاجب، أو كما قال الشيخ رد الفرع إلى الأصل بسبب علة تجمعهما. يبقى العلة دي وظيفتها إيه؟ ما نحفظ هذا الكلام، وظيفة العلة إيه؟ اللي نقل الحكم من الأصل إلى الفرع. وذلك بعض الحنفية يقول لك القياس هو العلة، كلام دقيق، لأنه لولا العلة ما خلاص ما فيش حاجة. أنت جاي الأزهر عشان الشيخ بيشرح، اتوجد الكتاب واتوجد الطالب واتوجد الرواق وعم أحمد موجود بيفتحه والشيخ ما فيش، في الأصل وفي فرع وفي حكم وفي الدنيا كلها، لكن علة ما فيش. وذا قالوا الركن الأعظم في القياس العلم، أهم ركن في القياس العلم، لأن وظيفتها أن تعدل الحكم من الأصل إلى الفرع. مش كده يا مولانا؟ نعم. وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، هيقسم القياس بحسب العلة إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة، وإلى قياس دلالة، وإلى قياس شبه. كده يا مولانا؟ هيقسم القياس إيه؟ إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. والشيخ في التعريفات في غاية العجب العجب، لكن نقول لعله رأيه، يعني هذه التعريفات التي سيأتي بها ليست مسلمة وليست مشهورة وعليها اعتراضات، لكن قول يا مولانا. باعتبار العلم؟ نعم؟ باعتبار العلم؟ اه؟ الدلالة والشبه باعتبار العلم؟ اه؟ والعلة برضه مسمى ما تذكر لما تشوف باعتبار العلة ازاي؟ نعم. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. قياس العلة عند الشيخ، لازم تقول عند الشيخ. لازم تقول عند الشيخ قياس العلة ما كانت العلة موجبة للحكم. ما كانت العلة موجبة للحكم. احنا عندنا شوف يا مولانا الشيخ عماد، شوف لنا ما الدراسة مش قياس العلة ما كانت العلة موجبة للحكم. احنا عندنا التأفيف فلا تقل له ما أف، إذا العلة قال الإيذاء، هذه العلة أوجبت تحريم الضرب، أوجبت إيه؟ يعني موجبة، قال لا يتخلف، يعني لا يتخلف الحكم عن العلة، العلة توجب الحكم، ما دام وجدت توجب الحكم. في قياس الايه؟ العلة. قال لما كانت العلة موجبة للحكم. طبعا احنا قلنا قياس في التأفيف والضرب على أقوال، يعني بعضهم قال ده من باب القياس الأولوي، بعضهم قال من باب
مفهوم الموافقة، بعضهم قال من باب مفهوم المخالفة فيها كلام الله، والأحناف يعتبرون هذا من دلالة النص. يبقى الشيخ عرف قياس العلة يا ابني، قال بما كانت العلة موجبة للحكم. مش كده يا شيخ؟ احنا الحقيقة قياس العلة يعني بما كانت العلة موجبة للحكم، وفي عبارتي هذه إشعار بالتأثير، إن العلة مؤثرة. والعلة عند أهل السنة في الشرعيات علامة معرف، وذلك يقولون العلل معرفات للحكم. ولذلك لا مانع لدى الأصوليين أن تجتمع أكثر من علة على معلول واحد، فيعلل نقض الوضوء بالبول وبالغائط وبلمس المرأة عند الشافعي، أما عند السادة الأحناف فلمس المرأة لا ينقض الوضوء. ليه؟ رغم أنف الآخرين. ليه؟ أو لمستم النساء؟ قال ابن عباس اللمس بمعنى الجماع في لغة العرب، وقال ابن عباس إن الله حي كريم يكني بما شاء عما شاء. كده يا مولانا، وبعدين شرحت لكم زمان لو حملنا هذا على النقد هيبقى في خلل في الآية. فاكر يعني مش عاوز ان كنت حملت ان نقد، فاكر النظم بتاع الآية لو حملت هذا على ان اللمس ينقض الوضوء النظم هيختلف. اذ انك والحالة هذه جعلت ناقضين في الطهارة الصغرى ولم تذكر ناقدا في الطهارة الكبرى الا واحدا، هذا غير معقول في ترتيب ما مش قضيتنا الآن. معانا يا مولانا؟ يبقى في القياس العلة ما كانت العلة موجبة للحكم، مشعر بالتأثير كده. إنما قياس العلة هو إيه؟ قال لي إلحاق الفرع بالأصل بسبب العلة أسهل من مما يقول الشيء. نعم. لها نوع تأثير عند الحنفية. إذ إن الحنفية رضي الله عنه يفرقون بين السبب والعلة. فإذا كان الشيء مفضياً من غير تأثير سبب، وبعض يفرق في المناسبة، إذا كانت ثمت مناسبة يبقى علة، ليست هناك مناسبة يبقى سبب. ما دخلش في الحاجات الكبيرة دي، عشان نخلص بقى. قول يا قال فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر. عندي الشيخ برضه الكلام ده مش مشهور مش معروف. قياس الدلالة عند الشيخ الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، كأن تقول الربا يجري في البر، أو الربا يجري في الأرز، والعلة عند الشافعية الطعم، واللي بينطوق طعم خطأ لغة، كأن تقول الربا يجري في الأرز، صح؟ طب هل الربا يجري في الأشنان أو الإشنان؟ والذين ينطقونه الأشنان خطأ أيضا، قياس أقل. لأنه هل هذا طبعا علة الربا عند الشافعية الطعم، علة الربا عند الحنفية والحنابلة الكيل والوزن، علة الربا عند المالكية الاقتيات والادخار، فكل مكيل موزون عند الحنفية والحنابلة يجري فيها، كل مطعوم طبعا خلاف الذهب والفضة
الكلام ده في الأربعة، البر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أرض. إنما العلة في الذهب والفضة ده كلام تاني. هل العلة الثمنية ولا هي علة تعبدية؟ كلام آخر مش معنا في الفقه معنا. فأنت تستدل بالأرز الذي جرى فيه الربا بعلة الطعم، خلاص، تستدل به على الذرة بعلة كون الذرة هو الآخر مطعوما، أو تستدل بالبر أو بالأرز بعلة كونه مكيلا موزونا على الذرة بعلة كونه مكيلا. قال لي بس ده مش قياس، مش انت مش بتقيس ده على ده، لان احنا قلنا شرط الاصل ان يكون ثابتا بالنص، ومن شروط القياس الا تقيس على اصل هو الاخر مقيس. يعني ما تحليش الذرة بالرز وتقول لي اصل الرز ملحق بالبر. تمام، ودنك منين يا بوحة؟ تم تلحق الذرة بالبر، يعني الا تقيس على اصل هو الاخر مقيس، ما ينفعش بالقياس معانا يا مشايخ. انما انت ايه الحق نظير بنظير، تقول زي ما ده زي ما ده فيه الربا لانه مطلوب، برضه ده فيه الربا لانه مطلوب. يبقى الشيخ قال الاستدلال مش قال القياس، الاستدلال باحد النظيرين على الاخر. بنقول له لو قلت كما قال غيرك من الأصوليين وهو التعريف الأشهر أن قياس الدلالة هو الاستدلال بدليل العلة لا بالعلة نفسها، لكن يعني قياس الدلالة عند الأصوليين التعريف المشهور هو الإلحاق بدليل العلة مش بالعلة. فأنت عندما تلحق النبيذ بالخمر إيه العلة؟ إسكار. فين دليل العلة؟ قال لي كونها مشتدة، كون الخمر، الخمر ما غلى واشتد وقذف بالزبد، كونها مشتدة، كونها كون لونها أحمر، فالحمرة دليل على الخمر، دليل على الإسكار، إنما العلة الإسكار. يبقى الحمرة دليل العلة، فقياس الدلالة أن تلحق بدليل العلة لا بالعلة. معانا يا مولانا؟ وده لما تتأمل فيه في النهاية يقول إلى العلة، أن تلحق بدليل العلة، ده التعريف المشهور في قياس الدلالة. ماشي؟ هو قياس بدليل العلة لا بالعلة نفسها. وبالمناسبة تمثيل كثير من الأصوليين في القياس، التعريف المشهور عند العيال الصغيرين كل ما تقول له القياس يقول لك ايه النبيذ بالخمر. هذا الحقيقة فيه نظر. اللهم إلا إن أريد من المشايخ التمثيل للمبتدئين، لكن ده ما فيش في قياس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر خمر، فالنبيذ محرم بالنص مش بالقياس. منذ زمن وأنا صغير أفكر في هذه القضية، ما الذي جعلهم يمثلون بهذا؟ ربما للمبتدئين. كل ما تسأل واحد من المشايخ من إيه القياس يقول لك الحاق النبيذ بكذا، تعرف مشهور جدا صح؟ طب النبي قال كل مسكر خمر. بعض العلماء لما سألناهم زمان قالوا ده من باب تعاضد الأدلة. من باب ايه؟ تعاضد. لكن انا اتأمل هذا عند الاحتجاج. ايوه يا شيخ محمد عليكم السلام.
لك ايه؟ طب هو الشيخ اسماعيل اتصل بالوزير ولا اتصل بمكتب الوزير؟ ما هو ده نفس الكلام اللي قلته لك ان هو راجل قاله لي، لكن احنا قلنا يعني اذا جاءت من فوق فخلاص باستثناء حاجات ايه؟ طب بس انت خليه يدخل الورق وملوش دعوه، قول له بتاع مكتب، قول له بس انت دخل الورق ماشي؟ قول يا مولانا. وقياس الدلالة وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة. ولذلك عند الشيخ هيبقى قياس الدلالة أضعف من قياس العلة. لأيه؟ لأن قياس العلة العلة موجبة، وقياس الدلالة العلة ايه؟ ما تبص ما هو كافي، العلة دالة. يبقى عند الشيخ قياس العلة أضعف من قياس، قياس الدلالة أضعف من قياس العلة. لماذا؟ قال لأن العلة في قياس العلة موجبة، والعلة في قياس الدلالة دالة فقط. ومش الحق يا اخي، ليس مجرد بتنظر فرق بين التنظير وبين القياس. التنظير لا علة فيه، التنظير ما فيش في علة تجمعهما، بتقول ده نظير هذا كده في الجماعة النبليين يا شيخ بتاع الخليج دول اللي بيقول لك سمسم في معلومة يعني هذا مثل هذا مش الحق. يعني لو كان الحق طب الحق بالاصل على طول. نعم يا شيخ سيد. يعني من جعل انك تسال العده هنا القياس المقطوع به او الجهي وقياس الدلاله هو المضمون او المستنبط. القياس ظني في الاصل، والسادة الأحناف يقولون القياس ظني في الأصل وقطعيته عارضة، عشان احنا عندنا دلالة النص وانتوا ما عندكوش. بتشوف الإعلام بتاع جرير بيقول لك هنا في حمامات سباحة وهناك ما فيش. قول يا مولانا. وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه وهو الفرع أضعف الأقيسة قياس الشبه. الحاق الفرع بأصلين لكن تلحق الفرع بأكثرهما شبها. إذا يكون تردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. خلاص؟ عندك العبد. المثال بيقولكم في الكتاب. تلحق العبد بالحر. فإذا قتل يبقى في دية كدية الحر. ولا تلحق العبد من حيث كونه مالا بالبهيمة فتختلف الدية. تردد فرع بين أصلين. سيبنا من العبد هو راح من زمن. الخلع تلحقه بالفسخ ولا تلحقه بالطلاق. الزكاة في مال الصبي تلحق بالعبادات ولا تلحق بالحقوق؟
فمن قال بأن الزكاة في مال الصبي تلحق بالحقوق أوجب، قال ما لناش علاقة بالصبي لأن الزكاة حق المال، ومن ألحق الزكاة بالعبادات قال لا تجب الزكاة في مال الصبي لأنه ليس من أهل العبادة. إذا قياس الشبه تردد الفرع بين أصلين، فأنت تلحقهما بأكثرهما شبها، وده قياس ضعيف لأنه في تردد وما فيش علة واضحة. ماشي يا مولانا؟ يبقى عند الشيخ أقوى الأقيسة قياس العلة، صح؟ قياس الدلالة قياس الشيخ. نحن نقول قياس العلة على الأشهر هو القياس المعروف، ثم هذا القياس المعروف ينقسم إما إلى جلي وإما إلى خفي، وبناء عليه فإن بناء على من يقول بالقياس في التأفيف والضرب بنقول هذا من باب القياس الأولوي من باب القياس الجلي. قياس الدلالة على الأشهر الإلحاق بدليل العلة لا بالعلة نفسها، وقياس الشبه أضعف الأقيسة تردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبه. نعم. ولا يصار إليه مع أمكان ما قبله. ضعيف، يعني حيثما أمكنك أن تلحق الفرع الذي معك بقياس الدلالة أو بقياس العلة فلا تلحق بالشبه لأنه أضعف الأقيسة. ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل. هينتقل لنقطة جديدة إلى شروط الفرع وشروط الأصل وشروط العلة. قال ومن شرط الفرع من تبعيضية، لأنه ما جابش كل شروط الفرع، لأن في جميع شرط واحد، فمن شرط الفرع من تبعيضية أي من بعض شروط الفرع. إيه؟ قال للمناسبة، أيوه، عشان تلحق الفرع ده بس يكون في بينهم مناسبة. تصور مثلا لو ألحقت الإنسان بالحجر، مثلا طب إيه المناسبة إن شاء الله؟ إيه العلاقة بين الإنسان والحجر؟ كده يا شيخ؟ إيه العلاقة؟ يبقى من شرط الفرع مناسبته للأصل. مفهوم يا مولانا؟ نعم. ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الأصل. انتقل للشرط الثاني الأصل، يبقى شرط الفرع المناسبة. يعني أن توجد ثمة مناسبة بين القطع في السرقة وبين السرقة. ما المناسبة؟ تقول هذا أخذ مالا بغير حق، فهذا أخذ فينقص من أعضائه لأنه أخذ بغير حق. يبقى العلة إيه؟ السرقة. يبقى في مناسبة بين السرقة، شرط العلة أن تكون مناسبة. إنما شيخنا جعل في الفرع الشرط الفرعي كونه مناسبة. طب هو ينافي غير عن طريق العلة كده يا مولانا؟ وشرط الأصل أن يكون حكمه ثابتا بدليل كده يا مولانا؟ ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الأصل. شرط الأصل أن يكون حكمه ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. اللي عاوز يمنع الانتشار عشان ما تدخلنيش بقى ما تنقلش مني، يعني عندما آتي لك مثلا الحنابلة يقولون بأن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، مش كده؟ في حد حنبلي مش كده يا أم الشيخ؟ عند الملكية؟ ما أعرف، مش عندهم شخصية كده؟ عند الحنابلة ما أعرفش الملكية. شرط جلد الميتة عند الحنابلة لا يطهر بالدباغ. ليه؟ قالوا قياسا على جلد الكلب. فأنا حنفي، قلت للشيخ سيد أنا لا أسلم في مذهبنا
أن جلد الكلب لا يطهر بالدباء، بل جلد الكلب عندنا يطهر بالدباء. معنا جلد الميتة لا يطهر بالدباء. ليه؟ قالوا قياسا على جلد الكلب. قلنا هذا المقيس عليه غير مسلم، فعندنا او هيبقى نزعه. حكم الاصل ليس متفقا عليه بين المتنازعين. الشيخ سيد يقول جلد الكلب لا يطهر بالدباء، وانا اقول له لا، بل جلد الكلب يطهر بالدباء. ما ينفعش القياس بقى، ينبحش قلبنا. خلاص الشيخ عايز يمنع الانتشار. يعني يمنع الانتشار؟ الشيخ سيد يقول جلد الكلب يطهر بالدباء، لا يطهر بالدباء. اقول له جلد الكلب لا يطهر يطهر بالدباء. خلاص قوم يخرج عن الكلام. طب اثبت لي ان جلد الكلب يطهر بالدباء. فاقول له دليله ان جلد الكلب يطهر بالدباء ايما اهاب دبغ فقطه. خرجنا، انتشر الكلام ده، خرجنا عن الكلام. الشيخ عاوز يعمل ايه؟ شوف الدقة، عاوز يمنع بقى القيل والقال. لو نتعلم الكلام ده حتى في كلام، نتكلم واحد في حاجة يدخلك في 600 حاجة وانت بتكلمه. تقول له انت ما جيتش الازهر ليه الصبح في الدرس؟ يقول لك الازهر اصل انا كنت رايح امبارح. شوف دخل ده، امبارح كنت رايح ازور ابويا، ولما رحت ازور ابويا لقيت ابويا بيضرب امي وحلف على يمين طلاق، ورحنا امبارح بليل لواحد شيخ في شبرا عشان نفك يمين الطلاق. وهي مولانا حكم الطلاق لانه قال لها كذا وكذا. يخرب بيت ديش يا جدع، انا قلت لك ما جيتش النهارده ليه؟ وراح فاتح لك موضوع وخرج ودخلنا في حكم الطلاق. وبعدين ايه؟ ابويا قال لامي انت طالق ثلاثا، واحنا عارفين سمعنا منكم يا مشايخ ان الطلاق الثلاثه ضرب واحد ثلاثه، بس في راي لابن تيميه بيقول انها واحده وعليه دار الافتاء، وانت رايك ايه؟ ايه يا مولانا في ايه؟ ويحكي لك 500 قصه. واحد يقول لك انا طلقت مراتي، تقول له طب قلت لها ايه؟ بس انت عاوز تعرف اللفظ ايه عشان تقول له انت قلت لها ايه؟ يقول لك اصل هي نرفزتني. طيب ماشي يا حمار، طب انت قلت لها ايه؟ يقول لك لدرجه ان انا كنت بنام وراحت مترخه وانا نايم ازعجتني. ماشي، بس قلت لها ايه؟ يقول لك وراحت زغداني في صدري. طيب يا عم ماشي، وبرضه كنا قلت لها ايه؟ وبعد ما زغدتني في صدري مسكت هدومي قطعتها. طيب حاضر، وقلت لها ايه؟ يقول لك وراحت متصله جايبه امها. فين السؤال وفين الجواب؟ ما انتش عارف. وفي النهايه طيب انت قلت لها ايه؟ يقول لك في النهايه اصل هي العصمه في ايديها. يا عز الكلام. وعندنا احناف يجوز ان تلي المراه عصمه الطلاق، عصمه النكاح. فعاب المعيبون وقلنا لم انتم غافلون، هذا توكيل. الرجل وكل امراته بالطلاق. يعني معنى ايه بالبلدي كده؟ قال لها لما تحب تطلقي نفسك طلقي، مش عايز اوجع دماغك. وهو ما ينفعش يخرب بيت التمثيل بتشبهنا كده يا دكتور، يعني بيتطلق. ما عنديش قدره، انا بتكلم في الطلاق وديني اسوان. ما بيقول لي يعني هو ما ينفعش يا جدع، بنقول لك يجوز. الاصل ان عصمه الطلاق في يد الرجل، يجوز يديها لمراته. الحنفية قالوا مش ان هو ما ينفعش، هو راجل خرنج شوربه مراته راكباه. اقول لك ايه، التسجيل موجود اهو. خلاص مراكباه قالت له اسمع يا مشمش، انا هتجوزك بس العصمة فيه، وقت ما احب اطلقك اطلقك، مش داخل دماغي بعد سنه ولا اثنين. ودلوقتي ممكن تخلعك. كده يا مولانا دخلنا في قصه معانا. يا شيخ قول يا عم حجاج نخلص. ومن شرط العله ان تضطرر في معلولاتها. انتقل بعد شيء، يبقى شرط الاصل ايه؟ ان يكون
متفق عليه بين المتخاصمين. ليه؟ قال عشان ما تمنعش الانتشار، خروج عن الموضوع. وبعض فسر عبارة الشيخ بأن يكون الحكم متفقا عليه بين المتخاصمين في باب المناظرة، لما نكون بنتناظر أنا والشيخ سيد في مسألة نأتي وهنقيس، يبقى نأتي بأصل متفق عليه، زي ما مثلت بجلد الكلب وجلد الميت. واضح؟ ده الشرط ايه؟ قال لي شرط، طبعا في شروط تانية، هو الشيخ بيذكر حاجات للمبتدئين. ماشي؟ هنتقل إلى شرط العلة، الاضطراد في معلولاتها. شرط العلة أن تكون مضطردة، يعني يلزم من وجودها وجود الحكم، ويلزم من عدمها عدم الحكم. نعم. دلوقتي أنا وأنت بنتناظر، أنت حنبلي متعصب بتقول لي جلد الميتة لا يطر بالدباغ قياسا على جلد الكلب. خلاص؟ جلد الكلب عند الحنفية يطر بالدباغ. يبقى واحنا بنتناظر الأصل مش متفق عليه، ما تنفعش المناظرة لأننا نقعد نضرب دماغتنا في الحيط. فاحنا عاوزين أصل متفق عليه علشان نتناظر فيه. ساعة ما أقول لك ما رأيك في حكم الأصل والمسلم، مش كده؟ يعني مثلا نريد أن نقيس الضرب على التأفيف، فأقول للشيخ محمود التأفيف حرام، اللي حرام فيه إيذاء الوالدين، اللي فيه إيذاء الوالدين ده أصل متفق عليه. طب نلحق الضرب بالقياس الأولوي بالتأفيف، قال ما فيش نزاع في الأصل بين المتناظرين. تفكر اللي كان بيضرب ابوه وامه، بنقول له يا ابني كده حرام ضربني ولا ده كله موقوف، قال اه بس انا ما تضربهمش، هو نهى عن التأفيف لكن ما نهاش عن الضرب. نعم يا مولانا. ها كنت بتحضر احنا دلوقتي الساعه 1 ونص ماشيين. اه خلاص، يبقى حكم الاصل متفق عليه. ما يقدرش محمود يقول لي لا والله انا لا اسلم، ويعوج لي دماغه كده زي الاخوه، انا لا اسلم بان حكم الاصل، يعوج لك دماغه كده. يبقى عشان في باب المناظره نتناظر، قال يكون حكم الاصل وده قلنا من شويه شو تحرير محل النزاع متفق عليه. نعم. شرط العله الاضطراد. قول كده. ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقص لفظا ولا معنى، فلا تنتقض. ما أنت حدثت ولا قصدي؟ غير منتقض. فلا تنتقض العلة لفظا ولا. قال لي لفظ دي ملهاش لازمه، لانه الكلام في العله على المعنى، ده اللفظ المعبر. فيا ليت الشيخ قال فلا تنتقد معنى وسكت، ويا ريت شلت انه قال فلا تنتقد وسكت. عايز وقت كده يكون دماغه لسعه فيكم يكتب كده يطلع الاعتراضات، احنا اعترضنا بيه على الورقه، يعمل كده كتيب صغير يقول لك الاعتراض على الورقات تاليف ابو دجانه اسماء ما اعرفش ما انزل الله بها. تمسك كتاب كده مجلد يقول لك ايه الفه ابو دجانه. مين ابو دجانه ده يا ابني؟ يقول لك ده اخ بسم الله ما شاء الله في شبرا. ماله بسم الله ما شاء الله؟ يعني ايه؟ معاد بن صناعي. الشيخ رب الشيخ عبد الحميد كشف الله يرحمه رضي الله عنه وارضاه، الراجل كان فكاهي جدا، لما كنت اقعد معاه ممكن ما امسكش نفسي من الضحك، يعني اقعد اضحك تعبير لغايه مثلا ما اقع من على الكرسي من كثره الضحك، وضحك تلقائي كده. فلما دخل السجن سنه 80 ايام السادات،
الشيخ بيقول لي انا في 64 لما دخلت مع الناس الكبار بتاع الاخوان بيقول لي كانوا عقلاء يعني ناس مفكرين, بيقول لي في الثمانينات دي كانت هيصه عيال وبتاع, قال لي بنام بليل في الزنزانه اسمع الواد بينادوا علي يا ابا دجانة, يقول له نعم يا ابا حذيفه, يقول له ما تقول يا ابا دجانة في فلان اكافر هو؟ الشيخ بيقول لي قمت من قلت مسرحيه دي واخد بالك انا مش عايز اتكلم عشان التسجيل, اكافر هو؟ يقول نعم هو كافر, هل تقول فيه شعرا يا ابا دجانة؟ يقول نعم هو الكلب وابن الكلب والكلب جده. فالشيخ قال لما اقوم اجرب حظي مع العيال دي بالناس. فقال يا ابا دجانة, فقال له من؟ قال له اخوك ابو مصعب. ماذا تريد يا ابا مصعب؟ قال اريد ان ما تقول في فلان اكافر هو؟ قال ان ابا مصعب ليس من جماعتنا ولا نذيع له سره. قال له قلتم يا ولاد الكلب من تطول النهار وليه دفشنا بفلان كافر وفلان مسلم؟ جت عندنا ابو مصعب. قول يا مولانا. ومن شرط الحكم ان يكون مثل العله في لسه بقى شرط العله دي فيها مشكله شويه. شرط العله لاضطراد فلا تنتقض لا لفظا ولا معنى, وقلنا لو قال فلا تنتقض وسكت خلص, فلا تنتقض معنى خلص, لفظا دي ملهاش معنى على كلا الحالين, فلا تنتقض ايه معنى. قال ايه نقد العله يا شيخ؟ ما معنى النقد في باب غير النقد عند علماء البحث والمناظره؟ النقد عند علماء البحث والنظر إبطال الدليل, عندهم الوظائف ثلاثة منع ونقد ومعارضة. المنع طلب الدليل, منع إيه؟ طلب الدليل. بتقول الفقه الحنفي فقه أهل الرأي وحش, طب ما الدليل؟ ده يسمى منع. يبقى إذا ساق المدعي دعوة دون أن يدلل عليها فانت لك المنع تطلب الدليل. جاب لك دليل تفصل الدليل ده النقد. بعدين تيجي المعارضه ان تقيم دليلا على خلاف دليل الخاص, ده النقد عند البحث والمناظره. فالنقد عند علماء البحث والمناظره ابطال الدليل, برضه قريب قريب من قريب. النقد ابطال العلم, فلا تنتقد لأن لو انتقدت بطلت. يعني ايه بقى النقد هنا؟ قال ان توجد العلة ويتخلف الحكم. توجد العلة ها ويتخلف الحكم, يبقى ده العلة منتقد حيث تخلف حكمها عنه. عيب الكتاب او مش عيب, ما اقولش عيب, ده رأي, رأي الشيخ هنا انه عمم النقد. هو صاحب جمع الجوامع, الشيخ عمل ايه؟ عمم النقد. يعني ايه عمم النقد؟ قال جعل النقد قادحا في العلة بإطلاق. قال امال انت عاوز تقول ايه؟ قال لا, بعض المحققين قال النقد لا يتاتى باطلاق, فلو تخلف الحكم عن العله لوجود مانع او فقدان شرط فلا تنتقد العله بل يكون تخصيصا للعله. فاهم يا عم الشيخ مصطفى؟ فاهم يا عم الشيخ؟ لا 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 انا مش فاهم. هنفهم. امال احنا جايين ليه؟ دلوقتي علة القصاص القتل العمد العدوان.
الكلام ده لو ما روحش الذاكر يتهضم وتهم هيطير من الدماغ ويبقى لله ظمر. عارف قصة لله ظمر يا شيخ عوضة والكلام الجديد هيبقى لله ظمر. وإذاك في حاجات كده عندي بقى بتطلع وقت الرخامة وقت اللزوم معنا. عندي كده مثلا 200 سؤال في الأصول دول ما بيخفوا على الناس ساعة واحد رخم كده رحمة جيله. فمن هذه الأسئلة تسأل واحد له ما الفرق بين تخصيص العام وتخصيص العلة؟ العلة في القصاص القتل العمد العدوان. يبقى من قتل عامدا معتديا يجب عليه القصاص كده يا مولانا صح؟ فين الحكم؟ القصاص. فين العلة؟ القتل العمد العدوان. جه الوالد قتل ابنه فين العلة؟ قال لي قتله عامدا متعمدا زي الراجل بيقول في الجرنان ده مسك ابنه كده وراح خانقه وموته قتله عامدا متعمدا. تيجي تقول لي يا سيدنا الشيخ دي العلة اتوجدت نوجب القصاص اقول لك لا تخلف الحكم لمانع لا قصاص بين الوالد وولده. يبقى هنا تخلف الحكم عن العلة ها لوجود مانع. هل نقول بأن العلة منتقضة ولا نقول بأن هذا تخصيص للعلة؟ ايه مولانا سبتنا امبارح ومشيت وانت قاعد كده حضرتك بعضك قايم ماشي التفتنا يمنة ويسرة وامانا وخلفا وفوق وتحت لم نجدك ابو اتفضل يا سيدي بس ما بتسالش ماشي يا مولانا. قيم القصاص على الوالد قال لي لا قام المانع. قيام المانع الحكم تخلف عن العلم. فجاء بعض الأصوليين المحققين وقالوا لا هذا ليس نقض للعلة ده تخصيص للعلة. ماشي يا مولانا. إنما الشيخ ما قالش كده الشيخ عم من قال فلا تنتقض لفظا ولا معنى. نعم ما خلاص ما انا قلت لا في الاجابه ما انا قلت احنا كده انا قلت بالمثال انا قلت برضه بالمثال تخصيص العام قصر العام على بعض افراده مش كده العام ايه التخصيص قصر العام على بعض الافراد تخصيص العله ها انتقادها في بعض افرادها لقيام المانع. ده سؤال من 200 انت كنت عارف السؤال يعني الجبال من الحق فتح الله قول يا مين. ومن شرط الحكم ان يكون مثل العله في النفي والاثبات الحكم يدور مع العله وجودا وعدما اي في الوجود والعدم اذا وجدت العله ووجد الحكم انتفت العله انتفت فان وجدت العله وجد الحكم والعله هي الجالبه للحكم والعله برضو عبارة شيخ والله يستغفر العلة هي الجالبة اللي فيها نوع تأثير العلة هي الجالبة للحكم اللي الله لا يشرع إلا بإرادته العلة معرف بدل ما يقول جالبة يقول معرف في حكم كده يا شيخ هذه الافتراضات على مجرد الالفاظ ولا لعلمكم انا والله انا افهم من الاصول فبقرا عباره قدامي تستقيم او لا تستقيم فالالفاظ قوالب للمعاني وبعض الناس بيزودوا لك الالفاظ معاريض المعاني عارف المعرض بتاع المغليه بتعرف المغليه اللفظ بيعرض المعنى ويقولون الالفاظ ملقاة في الطريق مرميه كده
والأديب الحكيم من يأخذ اللفظة فيضعها بجوار أمها لا بجوار خالتها. عشان كده يجي النظم المرتب، تحط اللفظة جنب أمها مش جنب خالتها، أو تضع اللفظة بجوار أختها لا بجوار بنت عمتها. مش ده الفرق يا مريم؟ الواحد تجده لك لا كده عم يلك ويعجن والمقالة مهرولة، ليه ما فيش ألفاظ منتقاة؟ مش أديب ده، دي بقى بلاغة، دي بقى يهبه الله، يهب الله لمن يشاء إناثا، يهب الله لمن يشاء، دي بقى موهبة الله، قراءة تثقلها الموهبة. فتجد واحد بيحط اللفظ تيجي تشيله من مكانه من تحتنا، والتاني رفرفت أو رفت كلام رفت كلام رفت كلام، في النهاية تجد العبارة فيها خلل، تجد العبارة فيها حشو، تجد العبارة مش دقيقة. تجد عند المتقدمين هذا، تجد كلامهم قليل دقيق فيه نور، زي مثلا الإمام الغزالي كده متقرأ له في المستصفى كأنك تقرأ الأصول بلغة الأدب كده. وكان يقوله على الدكتور زكي نجيب محمود الله يرحمه، يقولون أديب الفلاسفة وفليسوف الأدباء، لما يكتب الفلسفة يكتبها بلغة الأدب أديب الفلاسفة، ولما يروح مع الأدباء هو فيلسوف الأدباء، ودقيق من قديم. دي اللي تفرق بين واحد وواحد. فواحد تمسك الكتاب، وإذا كتب المعاصرين كلها عايزة الحق، معظمها عايزة الحق والله، تمسك الكتاب والله الذي لا إله أجد المبتدا لا أجد له خبر، فين الخبر بتاع الكلام؟ مفيش. ليه؟ هو بيكتب بقص قص ولزق، فقص صفحة فيها المبتدا، جات الصفحة الخبر ما فيهاش، فراح سايبها وجايب صفحة ثانية. كان الكلام مبعثر مشوش مش دقيق. هذه معظم المذكرات دي اللي وذاك الشيخ أحمد طيب لما عاد التراث كان محقا، ارحمنا شوية من المذكرات تقتل الملكات يا شيخ، مش كده؟ فتجد الأقدمين كده العبارة دقيقة، تلاقي الإمام الغزالي عبر عن الفكرة بوضوح. كلما شفت إذا رأيت الرجل يرغي ويزبد ويبدئ ويعيد، اعرف أن الفكرة مش واضحة في ذهنه. لما عفوا ترى الشيخ ابن تيمية في إنكاره للمجاز تجدوه هكذا يرغي ويزبد ويبدئ ويعيد، تجد الكلام مشوش، تفضل تجد الكلام مشوش. إنما اللي فاهم من أقرب طريق يجيب لك المعلومة من أقرب طريق ورصها في دماغك كده. يا سيدنا الشيخ ايه يا ابن فيه قول يا ابن بس ناس ايه بقى كان حظه الاباحه وايه؟ ها؟ في حاجه بسيطه يعني اعمل ايه؟ 10 صفحات خلاص خلصنا ايه؟ احنا متعمدين ان شاء الله نخلصها عشان واحد بيقول ليش كتاب بيخلص خلاص فنخلص.